بسم الله الرحمن الرحيم. عواشر مبروكة. أحببت أن أتقاسم معكم هذه الفكرة بالنسبة للأشخاص أو الأساتذة اللي مثلا كيبغيو يزينوا الأقسام تاعهم بكتابات ومثلا ما كيجيدوش الرسم، ما عندوش مع تقنية الخط، يعني يمكن نستعملوا هذه التقنية هذه حتى هي كتعاوننا في تزيين الفصول ديالنا بالكتابات. مثلا كنختار الكتابة اللي بغيت مثلا نقلب عليها في الانترنت، ومن بعد كنستعمل مثلا الداتا شو المسلط، وكنديرها مثلا في المكان اللي بغيت انا نرسمها فيه في القسم ديالي. مثلا اخترت هذه الكلمه ديال اقرا، بغيت نستعملها ان شاء الله للتزيين المكتبه تاع القسم ان شاء الله. اذا الطريقه سهله، كندير المسلط، كنختار المكان اللي بغيت، كنختار الكلمه، ومن بعد كنحاول نتبع الاحرف تاع الكلمه في الحائط مثلا بقلم الرصاص، وكنتبعو بقلم الرصاص على الكلمه. كنتبعوها كامله الحروف كاملين بقلم الرصاص. نعم كما كتشاهدوا، حتى كنتبع الحروف كاملين، ومن بعد كنكون نصبغ هنا داخل هذا الاطار هذا ديال هذه الكلمه، وكنصبغ وغادي نشوفوا ان شاء الله المنتوج النهائي كيفاش داير. الان كما كتشاهدوا هذا هو المنتوج اللي حصلنا عليه، من بعد نقوم ان شاء الله بالصباغه ديالها ونشوفوا المنتوج النهائي. اذا تقريبا المنتوج النهائي كيكون على هذا الشكل. كما شفتوا استعملنا غير داتا شو، يمكننا نستعملوا اي كلمه او اي رسم، رسومات ديال الاطفال ولا ديال الرسوم المتحركه، اننا نرسموهم باستعمال داتا شو ونقوموا بالتلوين ديالهم. اذا التوفيق للجميع ان شاء الله.